بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم أطيب تحية ونلتقيكم في هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة. عنوان هذه الحلقة: شروط وعلامات ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الثاني. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة أيضا يتواصل الحديث كما وعدناكم وكما بلغناكم في الحلقة السابقة، لأنها أساسا تغيير عنوان هذه المباحث إلى موضوع يتعلق بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، جاء تلبية لطلب عدد كبير من الإخوان، وأيضا تماشيا مع مناسبة ولادة الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونظرا لوجود خلط وبعض الأوهام وبعض الادعاءات التي لا بد لأهل العلم أن يقولوا كلمتهم فيها. إذن فاصل ونعود إليكم، تابعونا مشاهدينا الكرام. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. تحية لكم مشاهدي الكرام من جديد، كما نحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد. أهلا ومرحبا دكتور، حياكم الله. سماحة السيد، قبل أن تقدموا خلاصة للإخوة المشاهدي الكرام عما سبق، هل توجد هناك ملاحظات تودون التطرق إليها قبل البدء؟ نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في المقدمة بودي أن أشير إلى أصل مهم وقاعدة أساسية في فهم النصوص بشكل عام. مقصودي من النصوص النصوص الروائية. المشاهد يتذكر نحن في أبحاث سابقة عرضنا لجملة من القواعد والأسس والأصول التي ينبغي مراعاتها لفهم النص القرآني. نعم. وقلنا بأن هناك مجموعة من القواعد والأصول والأسس التي ينبغي أن يتوفر عليها المفسر لكتاب الله والذي يريد أن يفهم هذا النص الإلهي ويريد أن يتعامل معه لاستنطاقه ولتوضيح أو لاستنباط المعارف منه، لا بد أن يكون كذا وأن يكون كذا وأن يكون إلى آخره. السؤال الذي أريد أو القاعدة التي أريد أن أشير إليها في مقدمة هذه الأبحاث المرتبطة بمسائل الحج عليه أفضل الصلاة والسلام، شروط وعلامات، طبعا هذه بعض الأبحاث وهناك أبحاث أخرى سنقف عليها ونتوفر عليها إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة، هو أن كثيرا من تلك القواعد التي نحتاجها لفهم النص القرآني هي بذاتها نحتاج إليها لفهم النصوص الروائية. يعني على سبيل المثال إذا تذكرون دكتور، نحن قلنا بأن واحدة من أهم القواعد أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا. اطمئنوا أن النصوص الروائية أيضا تفسر بعضها بعضا. القرآن الكريم يوجد فيه عام وخاص، فيه مطلق ومقيد، فيه ناسخ ومنسوخ، فيه محكم ومتشابه، فيه هذه قواعد التي عرفناها جميعا، هذه أيضا موجودة أين؟ في النصوص الروائية. يعني لا ينبغي لنا أن نأخذ رواية ونتصورها ومن خلالها نقول قاعدة من قواعد المعارف الدينية، لا، ليس الأمر كذلك. لعل تلك الرواية لابد من إرجاعها إلى المحكم، لعل تلك الرواية تحتاج إلى مفسر ومفسرها في
في نصوص روائية أخرى. ومن أهم تلك القواعد والأسس التي أشرنا إليها في مباحث متعددة، وكذلك أشرت إليه تفصيلا في كتاب أصول التفسير والتأويل، أنه الإنسان إذا لم يراعي الأسس الصحيحة لتفسير نص ديني سوف يقع في مقولة التفسير بالرأي. يعني نحن نعلم بأن هناك نصوص كثيرة أكدت لنا بأنه من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. من النار. خب السؤال، أن هذا الأصل هل هو مختص بالنصوص القرآنية أو موجود في النصوص ماذا؟ الروائية أيضا. الجواب أيضا كذلك، يعني من لم يعتمد الأسس الصحيحة لتفسير النصوص الروائية أيضا يقع في نفس مقولة ماذا؟ التفسير بالرأي. أحسنت. وهذه نقطة أساسية، هذه أقولها واقعا، هذه الدعوة من هنا أبينها، وهذه النصيحة من هنا أقدمها لجميع أولئك الذين يتصدون إما للمنبر، وإما يخرجون في الفضائيات، وإما يجلسون ويتكلمون في معارف الدين. ينبغي عليهم أن يلتفتوا أنهم إذا أخذوا رواية لعل هناك روايات تفسرها وهم لم يلتفتوا إليها، فإذا فسروها من غير أن يرجعوا إلى النصوص الأخرى المفسرة لها فقد وقعوا في التفسير ماذا؟ بالرأي. في التفسير بالرأي. فإذا التفسير بالرأي، الروايات التي قالت من فسر القرآن برأيه فليتبوأ، لا يتبادر إلى الذهن أن هذا الأصل مختص بالقرآن الكريم. كلام النبي وكلام أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا يجري فيه هذا الأصل، وهذا ما صرح به الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. نحن عندما نرجع إلى أصول الكهف، روايات كثيرة، أنا أكتفي برواية واحدة في هذا المجال. الرواية في كتاب فضل العلم باب اختلاف الحديث من أصول الكافي، الجزء الأول، صفحة 63، قال فإن أمر النبي، مراد من أمر النبي يعني حديث النبي، نعم، يعني أقوال النبي، فإن أمر النبي مثل القرآن، ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه وإلى آخره. إذن ما ينبغي أن يتصور البعض بأن هذه القواعد التي ذكرت لفهم النص القرآني مختصة ماذا؟ بالنص القرآني. إذا أردنا أن نرجع لفهم النصوص الروائية بشكل عام ولفهم النصوص التي هي بالآلاف الواردة عن ماذا؟ عن مسألة الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام في مختلف أبعادها، في شروط ظهورها، في علامات ظهورها، في 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 فيما يجري قبلها، فيما يجري بعد الظهور، فيما يجري في زمن الغيبة، فيما يجري في الغيبة الصغرى، في الغيبة الكبرى. هذه كل النصوص التي قد تعد بالآلاف، وكتبت مجاميع حديثية في هذا المجال. لا ينبغي لأحد عندما يريد أن يتكلم في الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام في موضوع من الموضوعات المرتبطة بالشروط أو بالعلامات أو بغيرها يأخذ رواية ويتصور أن القضية هي هذه. لا، ينبغي أن ينظر إلى ماذا؟ مجموع النصوص الواردة في ذلك الموضوع حتى يستطيع أن يصل إلى نتيجة. وبعبارة أخرى، كيف أنه نحن في باب الفقه إذا أردنا أن نعرف أن أهل الكتاب محكومون بالطهارة أم لا، أو أن الصوم في الحالة الكذائية يجب أو لا يجب، كيف ينبغي أن يكون الإنسان مجتهدا حتى يعطي الحكم الشرعي؟ إخواني الأعزاء، المشاهد الكريم، أهل الفضل، أهل العلم، أيها الخطباء، أيها العلماء، أيها المتحدثون في الفضائيات، ينبغي أن تلتفتوا إلى هذه الحقيقة. لا يحق لكم أن تأخذوا رواية من أصول الكافي أو رواية من البحار أو رواية من أي مجموعة من المجاميع الحديثية ثم تنقلوها وتقولوا أن هذه تثبت الحقيقة الكذائية. هذا يوقعهم من حيث شئتم أو من حيث علمتم أو لا تعلموا، تقعون أين؟ تقعون في التفسير بالرأي المنهي عنه المذموم. نعم.
إذا اتضح هذا الأصل دكتور تفضل. أريد أن أشير إلى ملاحظتين في هذا المجال. تفضل. الملاحظة الأولى التي ينبغي أن يلتفت إليها المشاهد، وإن كان المشاهد الكريم قد يقول سيدنا البحث بعد في المقدمات، نقول نعم هذه هي المقدمات، هي أسس البحث. المشاهد إذا لم يلتفت إلى القواعد التي نحن نريد أن نسير عليها في هذا البحث لا يمكنه أن يلتفت ماذا نريد أن نفعل فيما بعد ذلك. نعم. الملاحظة الأولى التي أريد أن أشير إليها إخواني الأعزاء أيها المشاهد الكريم، أنا لست في هذه الأبحاث في هذه الحلقة والحلقات القادمة إن شاء الله تعالى لست بصدد بيان أن الظهور قريب أو أن الظهور ماذا؟ بعيد. ولست بصدد بيان أن أقول أن الشروط متحققة أو غير متحققة فنحن نعيش عصر الظهور وأيام الظهور إلى هذه الكلمات، أو أن الشروط غير متحققة فيكون الناس في يأس ماذا من الظهور. أنا لست لا بصدد هذه ولا بصدد تلك، وإنما بصدد بيان هذه الحقيقة. أريد أن أرجع إلى النصوص، إلى الآيات القرآنية، إلى النصوص الروائية، لأستكشف منها بطريق علمي وعلى أسس علمية أنه ما هي الشرائط الأساسية للظهور، وبعد ذلك سنتعرف أنه يمكن لغير الإمام أن يتعرف على تحققها أو لا يمكن ذلك. التفتوا، أنا كأني أريد أن ألخص أبحاثي اللاحقة. ماذا أريد أن أقول؟ أنا بصدد بيان هذه الحقيقة، وهو أنه الذي يدعي أنه نحن نعيش عصر الظهور أو أيام الظهور أو نحن اقتربنا من الظهور ونحو ذلك، هذا معناه أنه استطاع أولا أن يشخص ما هي شروط الظهور. نعم. وكذلك استطاع أن يشخص أنه في زماننا تحققت ماذا؟ كل تلك الشروط. نعم. أنا بصدد بيان هذه النقطة، أولا بيان تلك الشروط الأساسية لظهور الإمام عليه أفضل الصلاة، لأنها هناك شروط أساسية وشروط فرعية ثانوية، أنا الآن بصدد الشروط الأساسية. هذا أولا. وثانيا أنه النصوص الروائية ماذا تقول؟ هل يمكن لأحد غير الإمام أن يطلع على تحقق تلك الشروط أو لا يمكن؟ فإن كانت النصوص تبين لنا أنه يمكن لغير الإمام أيضا أن يقف على تحقق تلك الشروط، إذن يستطيع أن يتنبأ ماذا؟ أحسنت. بقرب الظهور أو ببعد الظهور. نعم. هذا إذا استطاع. أما إذا النصوص أكدت لنا أن هذه الشروط لا يمكن أن يقف عليها غير من؟ الإمام. غير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا النوعي سواء كان عالما خطيبا متكلما إلى أي كاتبا، إذا النصوص صرحت بأن معرفة تحقق تلك الشروط لا يتوفر إلا لمن؟ للإمام. إلا للإمام. إذن كيف أستطيع أنا أن أقول بأنه نعيش قرب الظهور أو عصر الظهور أو أيام الظهور أو أنه الشرائط توفرت إلى غير ذلك؟ هذا لا يكون إلا رجما بالغيب. نعم. هذا لا يكون إلا تخرصا بالباطل. لماذا؟ لأن هذه مرتبطة بمن؟ مرتبطة بعلم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هسه بعد ذلك لابد أن نعرف أن الإمام هل يعرف وقت ظهوره بنحو جزمي بتي لا يقع فيه بداء، أو لا يعرفه بنحو قد يقع فيه ماذا أيضا؟ بداء أيضا. هذه أبحاث من أهم الأبحاث المرتبطة بعلم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. والشاهد على ما أقول أنه هذه الشروط لا يمكن لأحد، أريد أستبق الأبحاث حتى يعرف المشاهد أنه أنا في أي صراط أريد أن أمشي وإلى أين أنتهي. والشاهد على ما أقول أنه لا يمكن لأحد أن يطلع على هذه الشروط هو أنهم منعنا عن التوقيت. لماذا منعنا عن التوقيت؟ هذا لازم أنكم لا تستطيعون أن تقفوا على شروط ماذا؟ على شروط الظهور. نعم. لأنكم نعم إذا استطعتم أن تقفوا، لأنه إذا كان بالإمكان أن نقف على شروط الظهور إذن كان ماذا؟ كان بإمكاننا أن نوقت ولو توقيتا ممتدا، نقول في 50 سنة القادمة، في 100 سنة القادمة، في 20 سنة القادمة. مع أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما منعونا عن التوقيت
وكذبوا الموقتين كانوا يعلمون بأنه لا يمكن لأحد أن يقف على تلك الشروط، سواء كانت في مدة مختصرة أو مدة ماذا طويلة. أو مدة طويلة. ولذا أنا أستشهد بهذا النص الوارد في وسائل الشيعة، بودي التفتوا جيدا إلى هذا النص، وهو من النصوص القيمة والمهمة في هذا الباب. الرواية واردة في وسائل الشيعة، هذه طبعة مؤسسة آل البيت، المجلد 27 صفحة 22، يعني بعبارة أخرى في أبواب كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب الرابع، عدم جواز القضاء والإفتاء بغير العلم. التفتوا إلى الرواية، ماذا يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام؟ الرواية عن أبي عبد الله الصالق قال: القضاة أربعة. نعم. القضاة أربعة. طبعا الرواية واردة أين؟ في باب القضاء، ولكنه على الأصل الذي قدمناه في مقدمة هذا البحث، ماذا؟ لا تختص بباب، في أي معرفة دينية، في أي أصل ديني هذا الحديث قابل للانطباق عليه، سأبين كيف قابل. يقول: القضاة أربعة. من هم القضاة؟ الحاكم الذي يحكم في باب القضاء، في باب الخصومة. قال: القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة. نعم. سألتفت المشاهد فليلتفت، من هم هؤلاء الثلاثة؟ قال: الذين في النار. قال: رجل قضى بجور وهو يعلم، فهو أين؟ في النار. نعم. أريد أطبق على محل، رجل ادعى أننا نعيش عصر الظهور، أو أنه نائب الحجة، أو باب الحجة، أو يقول عن الحجة، وهو يعلم أنه ماذا؟ كاذب. وهو يعلم كاذب، فهو أين؟ نعم. فهو في النار. هذا الباب. وهو وكم له نظير الآن في زماننا. ورجل قضى بجور وهو لا يعلم أنه جور وظلم، وهو أيضا أين؟ في النار. قد يشتبه على الإنسان ويتصور أنه مثلا ما أدري هو نائب الحجة، أو أنه يدعي كذا ويدعي، ولكن يدعيه بلا علم، وإن كان مشتبه ولكن بلا علم. أيضا الرواية تقول أين هو؟ نعم. في النار، لأنه لا تقف ما ليس لك به علم. نعم. ومهم هذا الأمر الثالث، بودي أن المشاهد يلتفت إليه جيدا. يقول: ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم، فهو في النار. عجيب دكتور هذه القضية. يعني أنت تقول مقولة، وهذه المقولة مطابقة ماذا؟ للواقع وللحق، ولكن حيث أنك لم تستند فيها إلى دليل، فقولك ممدوح أو مذموم، مذموم، فهو في النار. نعم. يعني أنا أقول، افترضوا على سبيل المثال، أقول أنا الآن نعيش عصر الظهور، وبعد 20 سنة، بعد 50 سنة، الإمام إن شاء الله تعالى ماذا؟ يظهر. ولكن عندما كنت أقول نعيش عصر الظهور، عندي دليل أو بلا دليل كنت أقول؟ بلا دليل. فكنت أرى في، رأيت في رؤيا مثلا، أو حالتي النفسية قالت، ولكن كلامي كان مصيبا ماذا؟ للواقع. نعم. أنا مؤاخذ عند أهل البيت أو غير مؤاخذ؟ مؤاخذ. حسب النية. نعم. حسب النية، مو مؤاخذ، لا لا، حسب أنك قلت بلا دليل. نعم. ينبغي على الإنسان أن يقول الشيء ماذا؟ مع الدليل. يعني الذي يدعي أنه نحن نعيش عصر الظهور، أيام الظهور، لعله في الواقع كذلك، ولكن نسأله: ما هو دليلك؟ ما هو الدليل؟ إذا قال بأنه أنا رأيت في الرؤيا، نقول له قيمة أو لا قيمة له؟ هذا ليس لا دليل. قيمة له. نعم. يقول فلان عارف بلغني كذا، فلان مدعي، تعبير العارف مو صحيح، فلان مدعي قال لي كذا، أنا في مكاشفة رأيت كذا، هذا كله كلام ماذا؟ ليس علميا. نعم. وإن كان ماذا؟ وإن كان صحيحا. نعم. أنا أقرأ. طيب. لكم. نعم. إذا تسمح لي. إذا نعم قبل الفاصل. نعم. تفضل. قبل الفاصل. نعم. فالدقيقة دقيقتين إذا يسمح لي المخرج. ورجل قضى بالحق وهو يعلم، فهو أين؟ في الجنة. فهو الجنة. فإذا قلت أمرا وكان حقا، ولكن قلته على أساس ماذا؟ دليل. على أساس علمي، عند ذلك ماذا؟ يكون في الجنة. ولذا تجدون الإمام الصادق عليه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، الرواية تقول: من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، مع أنه قوله كان مصيب. نعم. ولكن لأنه كان بالرأي بلا علم. نعم. بلا استناد إلى حجة، فهو ماذا؟ فهو مخطئ. نعم. إذن ينبغي إخواني الأعزاء
لمن يريد أن يقول شيئا في الإمام الحجة في أي بعد من الأبعاد، ما أدري في حياة الزوجية، متزوج أو غير متزوج، يلتقي بالناس في الغيبة الكبرى أو لا يلتقي، أي من يظهر عندما يظهر، ما هي الشروط، ما هي العلامات بعد الظهور، ما هي، لو لم يراعي الموازين العلمية في أي كلمة تصدر منه فقد أخطأ كما قال رسول الله. أحسنتم. يعني بعد الفاصل هنا نيابة عن المشاهدين الكرام، سماحة السيد، قد يقول قائل أن الذين يدعون الآن أنهم أو أننا نعيش في عصر الظهور، يقول نعم هم لم يعني لم يقولوها جزافا، وإنما بناء على الرواية التي اطلعوا عليها، وقال حينما تكثر الفتن والحروب ويكون هذا حديثه سيأتي، وهو أنه مع كثرة هذا أجيبه بعد الفاصل. نعم. إذا تسمع يعني سؤال جيد، سؤال جيد وأجيب عليه. نعم، القتل البواح وغير ذلك من هذه الأخبار. طيب نعم. إذن فاصل مشاهد الكرام ونعود إليكم، فانتظرونا. رسول الله حبكم فرض من الله، فرض من الله، لكم مشاهدينا الكرام مجددا، كما نحيي سماحة آية الله سيد كمال الحيدري، مرحبا بكم سماحة السيد، حياكم الله. إذن سماحة السيد، يعني قبل الفاصل قلت لكم لعل بعض المشاهدين يقول إن أكثر أو جميع أو عدد من المدعين الذين يقولون إننا نعيش في عصر الظهور أو قرب الظهور، أيضا استندوا إلى رواية مقولة أخرى من المقولات المرتبطة بالإمام. أحسنتم. يعني وردتهم أنه الفتن والحروب والقتل البواح وغير ذلك، وهذه يعني ظروف تحققت، فلو قالوا أننا يمكن أن تكون هذه من علامات الظهور، ما المانع؟ ما المانع؟ أحسنتم، سؤال جيد، وهذه هي الملاحظة الثانية دكتور. نعم. التي أريد أن أشير إليها قبل الدخول في تتمة الأبحاث. تفضل. أنا بودي أن أشير إلى أصل أساسي في الروايات الواردة في قضية الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام بكل أبعادها، وأعبر عنها أنا هذه الملاحظة بملاحظة هندسة الروايات الواردة عن النبي وأئمة أهل البيت. نعم. ما هو مرادي من هذا الاصطلاح، اصطلاح هندسة الروايات؟ في الواقع لكي أوضح هذا الاصطلاح، مقصودي أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما أرادوا أن يتكلموا عن ظاهرة الغيبة، سواء الغيبة الصغرى أو الغيبة الكبرى. نعم. والغيبة الكبرى على مدها المديد اللي إلى الآن لعله استمرت إلى ألف حدود 1150 عام. نعم. إلى الآن مستمرة. هذه الروايات بينوها بشكل، هندسوها لنا بشكل أن كل جيل في زمانه عندما ينظر إلى الظروف المحيطة به يقول أنها قابلة ماذا؟ أن تنطبق، قابلة للانطباق. نعم. وهذا معناه ماذا؟ هذا معناه أن أهل البيت أرادوا أنه في كل زمان. نعم. الأمل في الانتظار، الأمل في الظهور يكون ماذا؟ موجود. حاكما. نعم. وإلا لو كانت الروايات قد بينت بنحو أنت عندما تأتي إليها تجد أنها غير قابلة للانطباق على زمانك، تقول إذا قطعا في زماننا ماذا؟ لا يظهر الإمام سلام الله عليه. إذا يكون للانتظار معنى أو لا يكون له معنى؟ نعم. إذا فلسفة الانتظار التي هي من أهم أعمدة نظرية مدرسة أهل البيت في ديمومه هذه النظرية والمدرسة وفي فاعلية هذه المدرسة وفي إعطاء النشاط لهذه المدرسة، إنما تقوم على مسألة ماذا؟ مسألة الانتظار. فإذا كانت الروايات قد هندست وبينت بنحو واضحة الانطباق على زمان أليف وغير قابل للانطباق على زمان باء، إذن الناس الذين يعيشون في زمان باء يقولون إذن يظهر في زماننا أو لا يظهر؟ أحسنتم عند ذلك. نعم. وهذا الأصل هو الذي نحن نجده في الروايات. أنتم انظروا، ارجعوا إلى التاريخ، وإن شاء الله في الوقت المناسب أنا أنقل الشواهد على هذه النظرية التي أشير إليها وهي هندسة الروايات بهذه الطريقة، تجدون أن أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه يأتون إلى الإمام الصادق ويسألونه يا ابن رسول الله إذن متى قيام قائمكم؟ ألا ترون أن الوضع كذا وكذا 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 في زمن العباسيين؟
يعني أن الروايات كانت بنحو أن أصحاب الإمام الصادق في زمن 150 من الهجرة أيضا كانوا ينتظرون ظهور ماذا؟ أحسنتم. فلهذا يقول لهم هو في السادس ماذا؟ هو في السادس من ولدي ولو عاصرته. عجيب هذا النص، ولو عاصرته لخدمته. الإمام الصادق يقول لو عاصرت الإمام سلام الله عليه لخدمت ماذا؟ لخدمت الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا هو الأصل الذي أنا أشرت إليه في المقدمة، وهو كالقرآن، فإن القرآن أنت عندما تأتي إليه تجده حيا طريا قابلا للانطباق على ماذا؟ كل زمان، كل زمان ومكان. نعم. ولذا وردت الروايات يجري مجرى الشمس والقمر. ولذا قال أهل البيت الآية إذا نزلت في قوم وماتوا وكانت مرتبطة بهم لماتت ماذا؟ لماتت أحسن. الآية أحسن. إذا كانت هذه الآية تنطبق على قوم ومات أولئك القوم، وهذه الآية بعد تنطبق على غيرهم أو لا تنطبق؟ لا تنطبق. إذن الآية تكون ماذا؟ ماتت. ماتت أيضا. نعم. مع أنك تجد أن الروايات صريحة، وهي التي يعبر عنها بقاعدة الجري والانطباق. نعم. وهو التطبيق. أحسنتم. نعم. الروايات دكتور بينت. نعم. بنحو أنكم تجدون بأنها مسألة الانتظار كانت فاعلة حتى في زمن الأئمة، بل كانت فاعلة حتى بعد زمن الغيبة الصغرى. أنا الآن لا أريد أن أدخل في البحث التفصيلي، وإلا جملة من الفقهاء بعد زمن الغيبة الصغرى كانوا يجدون أن الشروط متوفرة لظهور من؟ الإمام. لظهور الإمام بعد الغيبة الصغرى. نعم. كانوا يتصورون أن القضية أيضا يعيشون عصر الظهور ويعيشون ماذا؟ أيام الظهور وكذا. ولذا ذهبت بعض الفتاوى الفقهية أن الخمس الواجب يجب أن ماذا؟ أن يدفن ويحفظ حتى عندما يخرج الإمام يوجد عنده ماذا؟ يوجد عنده ماله. نعم. واحدة من أسباب فتوى بعض الفقهاء المتقدمين في أوائل الغيبة الكبرى أنهم كانوا يقولون أن هذا المال مال الحجة ولا بد أن يحفظ له حتى يأتي صاحبه، وصاحبه سيأتي قريب. سبحان الله. التفت هاي في القرن الرابع مولانا والخامس، وإحنا دا نعيش الآن في القرن الخامس عشر. نعم. يعني سمح سيد هذا حتى في القرآن كما تفضلتم إن الساعة آتية أكاد أخفيها، وهذا في زمن موسى عليه السلام. أحسن. وإلى يومنا إن الساعة آتية وأن ساعة ورسول الله يقول أنا والساعة كهاتين. أحسنتم. يعني أنه لا لم يبقى، مع أنه لعله بعد 5000 سنة، بعد 10000 سنة. إذن ينبغي الالتفات. نعم. أنا عندما أقرأ النصوص الواردة في الفتن وما يحدث في آخر الزمان وما يحدث للمساجد وما يحدث للعلماء على أبواب السلاطين وما يحدث من المفاسد وما يحدث من الأمراض وما يحدث من واقعا أقول هي لا طريق لها إلا أن تنطبق ماذا على زماننا، وهذا يقوي في الانتظار، ولكن ليس من حقي أن أوقف. إذن أعيش عصر ماذا؟ نعم. أقول ماذا؟ لعله إن شاء الله تعالى، لأن الروايات تقول إن الله يصلح أمره في ليلة. في ليلة. نعم. في ليلة يصلح لعله، ولعله ماذا؟ أما لا أنه أعطي أملا أنه إذن على القطع واليقين نحن ماذا؟ أصلا شاهد آخر دكتور أضرب. تفضل. الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام نحن نعلم أنه هو الكتاب المبين. لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، والنصوص الروائية قالت أن الكتاب المبين من هو؟ هو، نعم. هو علي عليه، وهذا هو التفسير الأنفسي للقرآن. وكل الكريم. شيء أحصيناه في إمام مبين. في إمام مبين. هسا إذا أريد من الإمام يعني الإمام بالمعنى، وإن كان لعله لا يراد به. الآن الكتاب، نعم. المبين مصرح روايات عندنا أن الكتاب المبين هو من؟ هو علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا هو التفسير مصداق الأنفسي للآية، لأنه إحنا عندنا كتاب تدويني وعندنا كتاب تكويني. نعم. والكتاب التكويني إما آفاقي اللي هو العالم وإما أنفسي، إذن الكتب تكون ثلاثة، الكتاب التدويني والكتاب الآفاقي والكتاب الأنفسي. نعم. هذا هو التفسير الأنفسي للآية المباركة. سؤال أمير المؤمنين الذي يعلم فما في الكتاب المبين، بل هو الكتاب المبين، بل علم عنده علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب. خب سؤال، عندما يخرج في تلك الليلة التي يستشهد فيها سلام الله عليه وينظر إلى العلامات وينظر
يقول لعلها هي والله الليلة التي وعدنيها، ولكنه ومع ذلك يذكرها على نحو الاحتمال لا على نحو الجزم. لماذا؟ لأنه لعله شرائط أخرى أيضا تنطبق على ماذا؟ على ليلة أخرى لا على هذه. إذن ما ينبغي لنا إذا كان أمير المؤمنين يتعامل مع الحوادث بهذه الطريقة، لا يقولها بنحو الجزم والبت، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لنفسه البداء في كل شيء. إذا كان الإمام أمير المؤمنين هكذا، كيف لي ولك؟ هذا إذا ثبت أننا نستطيع أن نطلع على شروط ماذا؟ الظهور حتى نشخص. نعم نستطيع أن نقول إن شاء الله تعالى، نرجو الله، ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذا أن يكون هذا العصر عصر ماذا؟ عصر الظهور. عصر الظهور. أما أن نجزم وأن نقسم وأن نتهم من لم يعتقد أنه، هذا بعد كله رجم بالغيب، كله كلام بالرأي، كله تفسير بالرأي، لا يمكن أن يستند إلى أساس علمي صحيح. إذن إلى هنا أنا أتصور انتهينا إلى هاتين الملاحظتين أو الأصلين المهمين. طيب. الأصل الأول إذا تسمحون لي دكتور ألخص. الأصل الأول أننا لسنا هنا بصدد أنه نقول أن الظهور بعيد في قبال من يقول أن الظهور ماذا؟ قريب. حتى يأتي شخص آخر يقول سيدنا أنت مؤقتت أيضا، أولئك يقولون أن الظهور قريب وأنت تقول أن الظهور ماذا؟ بعيد. وأيضا هذا أيضا نحو من التوقيت. نعم. كلاهما توقيت. أنا لست بصددي أن أقول أنه قريب أو بعيد، وإنما بصدد بيان الشروط الواقعية التي استفدناها من الروايات لنعرف أنه يمكن لغير الإمام أن يطلع عليها أو لا يطلع، وسيثبت إن شاء الله لا يمكن لغير الإمام أن يطلع على تحقق هذه الشروط أو عدم تحققها. نعم. يعني دكتور إذا تسمحوا لي ما أدري وقت عندي ولا مثلا على سبيل المثال، واحدة من أهم الشروط التي سنذكرها لاحقا هي أنه لا بد أن يتوفر العدد الكافي من أصحابه الخلص، يعني الطبقة الثلة المخلصة التي هم قواد وزعماء الحركة ماذا؟ نعم. المهدوية. نعم. من يستطيع أن يتعرف أن هؤلاء وجدوا أو لم يوجدوا أبدا؟ هل يمكن لأحد أن يعرف أنه توفر هذا العدد الآن؟ لا سبيل إلى ذلك، محال أن يوجد. يمكن أن يعلم أحدا بواحد منهم، مو أن يعلم ب313 منهم. نعم. إذن كيف أستطيع أن أدعي أقول أننا نعيش عصر الظهور؟ لعله والله العالم أنه الآن 313 متوفرين ماذا؟ ولعله ماذا؟ بعد لم يكمل العدد. نعم. من يستطيع أن يطلع على هذه الحقيقة أبداً، حتى يجزم أننا نعيش ماذا؟ في عصر الظهور. نعيش في عصر الظهور أو نعيش أيام الظهور أو قرب الظهور أو إلى غير ذلك. هذا كلام إذا صدر من أحد بلغ من كان، هذا معناه كلام رجم بالغيب، هذا كلام لم يقم على أساس علمي. وشروط أخرى بعد ذلك سأبينها، ولكن هذه من الشروط الواضحة التي يعلمها من يطلع على هذا كالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، هو الذي يستطيع أن يعرف أن أصحابه عدد أصحابه كمل أو لم يكمل. أحسنتم. هو يستطيع أن يقول أنه إذا تحققت الشروط إذا قرب ماذا؟ الظهور. هذا بعد لم نتكلم في العلامات، وإلا العلامات فد مشكلة أخرى. نعم. بعضا يخلط بين الشروط وبين العلامات، وسيأتي بحث تفصيلي إن شاء الله للفرق بين الشروط وبين العلامات. المهم هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية. نعم. أن الروايات بينت بنحو وبشكل تكون قابلة للانطباق على كل زمان. أحسن. هندست بهذا النحو، وهي من قبيل مثل القرآن، قابلة للتطبيق على كل زمان. إذن في كل زمان يوجد احتمال الانطباق، ولا يمكن لأحد أن يجزم ماذا؟ أن يجزم بالانطباق فيجزم ماذا؟ بأنه أيام الظهور أو عصر الظهور. نعم. أحسنتم كثيرا، شكرا لكم سماحة السيد. إذن نعم، إذا كان بودكم أن تقدموا خلاصة لبحثكم أو أنكم تكتفون بهذا. نكتفي باعتبار. طيب. أنه ما أتصور عندنا وقت. أحسنتم. إذا طيب. أكو إذا نعم. أكو مداخلات حتى نستفيد. طيب. منها حتى الخلاصة نضعها دكتور للأسبوع القادم إن شاء الله. نعم. إذن لحين ورود الاتصالات إن شاء الله من الإخوة، والآن بإمكانهم أن يداخل ويطرح ما لديهم من تساؤلات في خصوصا في هاتين الملاحظتين الأساسيتين. إذا كانت هناك تساؤلات واقعا بودي أن أثري البحث أكثر من هذا. نعم.
يعني سمح سيد لحين ورود الاتصالات جي. يعني قد يقول القائل مثلا نحن لا نعم قلنا في عصر الظهر وكلمة عصر ممتدة ممتدة يعني ما لا لا يعني قد تقول مثلا 200 ألف سنة هذا كلام هذا لا قيمة له نعم لا إذا قال القائل بأنه أنا مقصودي من عصر الظهور يمتد 100 و200 و500 و1000 هذا معناه أنه إذا قال شيئا أو لم يقل شيئا لم يقل هذا كلام معناه إذا هذا غثاء من الكلام لقلقة لا قيمة لها الذي يقال أننا نعيش أيام الظهور لابد يعرف اللغة العربية أنت لو تقول نحن نعيش عصر الانفتاح ما مقصودك عن عصر الانفتاح يعني هذه الظروف ظروف ماذا انفتاح وأن الانفتاح قد تحقق وأنه أو يتحقق أو قريب التحقق أما إذا كان مقصودك أنه بعد 200 سنة هذا لا قيمة له. إذن سمح سيدنا أخذ اتصالات معنا الأخ محمد من السعودية تفضلوا السلام عليكم سيد كمال عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا سيد كمال كان عندي سؤال بس حبذا والله لو يعني بينت في مطلع البحث الفرق بين الشروط والعلامات لأنه يقع الخلط من الآن بين الشروط والعلامات وبحث حضرتك فيها نعم وأيضا هندسة الروايات عن الأئمة وعن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام هندسة الروايات نعم. يعني الروايات غير محدودة يعني لا نهائية القرآن ممكن يكون محدود من الدفة إلى الدفة نستطيع نعم. أن نبحث فيها لكن قد تكون هناك روايات لم نطلع عليها ولم تكتب طيب فيعني نعم. هذه النظرة القرآن محدود لكن الروايات لا نهائية ولا محدودة نعم شكرا أحسنتم بارك الله فيكم معنا الأخ أبو مؤمل من فنلندا تفضلوا أبو مؤمل تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا مولانا مرحبا بكم الله يسلمك سيدنا العفو سيدنا إذا ممكن سؤال تفضلوا نعم العفو سيدنا شرائط الظهور ثلاثة الدستور والطروحة الكاملة والقائد والقاعدة ممكن قرأت كتاب وسمعت من أحد المحاضرات أنه حتى العفو الأطروحة اللي هي الدستور نعم. والقائد والقاعدة الشعبية طيب إذن الأطروحة هي نفسها الدستور بالي طيب نعم أنا ذكرت العفو القائد أيضا بحاجة إلى التكامل طيب يعني ممكن أنه يكون الإمام المهدي سلام الله عليه بحاجة إلى التكامل إلى أن يبني أو يملأ العالم قسطاً وعدلاً طيب واضح السؤال واضح السؤال واضح نعم معنا الأخ حيدر من العراق تفضلوا أخ حيدر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نعم كمال حيدر عليكم السلام عمي ورحمة الله تفضلوا حياكم الله يسمعكم نعم طيب تفضل روايات يعني اكو روايات عن النبي صلى الله عليه واله يعني طيب. واضحه بالنسبه لرسول الله صلى الله عليه واله يقول ان اهل الدنيا ضيف وما في ايديهم عاريه وان الضيف مرتحل وان العاريه مردوده بالنسبه لهذه الروايه يعني مفهومه طيب اكو روايه مثلا عن الرسول صلى الله عليه واله يقول كل العيون باكية يوم القيامة إلا ثلاث عينا بكت من خشية الله وعينا غضت عن محارم الله وعينا باتت ساهرة في سبيل الله طيب يعني هذه الروايات يعني أشوف يعني روايات بعض الروايات مفهومة كيف يعني تذكرنا هذا يعني قصد يعني طيب طيب ما فهمنا السؤال الاول يعني قصدكم اخ حيدر يعني قصدكم لا انقطع نعم يعني كانه يقول اذا كانت الروايه واضحه فلماذا اذهب الى امثالها يعني نعم معنا الأخ نعم سمح سيد عذرا معنا الأخ سعيد قاسم من إيران تفضلوا أخ سعيد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وسلام أيضا لجميع المشاهدين وسلام لسماحة السيد لو سمحت السيد يجعل حلقة خاصة حول هذه الرواية عن الباقر عليه السلام سيحل كثير من المسائل حول معرفة الإمام الحجة سلام الله عليه نعم والرواية أنه قال الباقر عليه السلام اعرفونا نحن أهل البيت عن طريق معرفة سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر واعرفوا الله عن طريق معرفة سورة قل هو الله أحد نعم. وأخيرا أردت أن أؤيد كلام سماحة السيد بأنه علي عليه السلام هو الكتاب المبين لأنه جاء في قوله تعالى وقال الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله
شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. نعم. فالذي عنده علم الكتاب يقول جميع المفسرون طيب. بأنه هو علي نعم. عليه السلام طيب. هو الذي عنده. نعم شكرا أخ سعيد وصلت الفكرة. شكرا لكم. معنا الأخ حسين. عذرا سمح السيد. الأخ حسين من العراق تفضلوا. نعم نعم أخ حسين تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك سعيد؟ مرحبا بكم. أنا بس نعرف يعني سؤال يجب أن تشرح صدرنا لكم. طيب تفضلوا. شيخنا يعني سيدنا سيدنا بسوا السم يعني ما نقدر يعني نزل بين هذا عصر الظهور أو لا، ولكن كل يعني هنالك علامات أكيدة على أن تؤكد هذا عصر الظهور. نعم يعني العلامات تشير إلى أنه عصر الظهور، هذا قصدكم؟ بل يعني طيب. هذه العلامات يعني أكدت كما يعني في الموسوعة السيد الشهيد محمد صادق الصدر أكدت يعني علامات أكيدة وواضحة يعني كثيرة المعاني على أن هذا طيب. العصر هو عصر الظهور. نعم. وكما يقول السيد الشهيد في أحد أجزاء من الموسم من المؤسس اجتماعيا والمحرم بيننا لما بينكم لا تتعرفون إليه. طيب معنا الأخ محمد أبو محمد من العراق. أبو محمد تفضلوا. أبو السلام محمد عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. السلام عليكم سيدنا ورحمة الله. عفوا سيدنا رجل ما نعرف متى ربط بحثكم جنابكم مع البحوث اللي موجودة في موسوعة الإمام المهدي للشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه. مقصود من الربط شيء؟ نعم لا فقط أبو محمد. نعم أبو محمد. نعم أبو محمد نعم. أعد السؤال. لا شنو مقصود من الربط؟ ماذا يقصد يعني؟ ما المقصود بالربط؟ ما هو الربط ما هو الربط بين بحث السيد جناب السيد الجليل مع البحوث يعني الموجودة؟ يعني قصدكم هل يوجد تلاقي أو لا؟ نعم طيب طيب إذا نعم الموجودة في موسوعة الإمام المهدي الذي التي وضحها الشهيد الصدر طيب رضوان الله عليه طيب عن مسألة ظهور الإمام. طيب 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 نعم سمح السيد. نبدأ بالأخ محمد من السعودية. إذا ممكن ما صور عندنا وقت إذا تفضلون الأسئلة بسرعة. نعم بالنسبة للشروط والعلامات بالنسبة للأخ محمد من الجواب السعودية. الجواب أخي العزيز إن شاء الله تعالى سنعقد مو حلقة واحدة وإنما حلقات متعددة لبيان الفرق بين الشروط وبين العلامات، وسيتضح لنا بشكل واضح أن كثيرا من الكلمات التي تصدر منشأها عدم فهم دقيق لشروط الظهور ولعلامات الظهور. تصور كثير من الإخوة أن العلامات هي دليل على الظهور، وسيتضح أن العلامات ليست هي مرتبطة بالمعنى الذي يفهمه كثير من الناس بالظهور. نعم. وإنما الشروط لابد أن تتحقق حتى يتحقق الظهور، وما لم تتحقق الشروط لا يتحقق الظهور حتى لو تحققت العلامات. أحسنتم. نعم إذن سؤاله الثاني يقول الروايات غير محدودة كيف نطبق؟ الجواب كلام دقيق ومهم. نعم. وهو أنه من هنا نحن ذكرنا أنه لا ينبغي لكل أحد أن يرتقي منبرا أو أن يقف خلف يجلس خلف فضائية ويتكلم يأخذ رواية، وإنما لابد أن يكون مجتهدا في الباب الذي يريد أن يقول فيه. لابد أن يعرف السند، لابد أن يعرف المضمون، لابد أن يعرف الجمع بين الروايات، لابد أن يحل التعارضات التناقضات حتى يستطيع أن يقول كلمة في الرواية. وإلا ما لم يكن متخصصا في باب الروايات لا ليس من حقه أن يقول أن الروايات قالت كذا والروايات قالت كذا، كما أنه في باب الفقه وكذلك نحن نجد في باب الفقه ليس من حق أحد أن يقول أن الرواية قالت بالطهارة أن الرواية قالت بالنجاسة، وإنما لابد أن يكون مجتهدا في الفقه حتى يحق له أن يتكلم ويستشهد بالرواية. نعم أحسنتم. إذن بإيجاز سمح السيد عندنا 4 دقائق. نعم تفضل. الأخ أبو مؤمل من فنلندا يقول يعني الشرائط هي الدستور والقاعدة. الجواب إن شاء الله أقولها، هذه الشرائط ذكرتها في محاضرات متعددة وإن شاء الله أفصل الحديث فيها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقات، وسيتضح بأنه التكامل الذي يوجد في أذهاننا وهو أنه يعيش مدة أطول ليحصل تجربة أفضل، الجواب هذا كلام غير صحيح.
وما ذكر عن سيدنا وأستاذنا سيد الشهيد الصدر وهو أنه يحتاج إلى كذا كان جوابا إن صح التعبير جواب جدلي وهو على مستوى السائلين، يعني أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. نعم. وإلا نحن سنبين بأن التكامل بهذا المعنى أساسا لا معنى له بالنسبة إلى الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة. نعم، لغير المعصوم هذا الكلام صحيح. نعم. الأخ حيدر يعني بعبارة أخرى في جملة واحدة أقول إذا تسمح لي دكتور، وهو أنه لو جاء الإمام أمير المؤمنين رجع إلى الدنيا يستطيع أن يقود العالم كما الإمام المهدي الذي عاش ماذا 1000 سنة أو 2000 سنة. أحسنتم. مو أنه الإمام أمير المؤمنين لو جئنا به من عالم البرزخ إلى عالمنا وقلنا له تستطيع أن تقود العالم يقول لا أنا ما عندي التجربة، الإمام الحجة عنده ماذا التجربة أبدا. إذن ما هو إذن سبب التأخير وسبب الغيبة؟ هذه إن شاء الله أبحاث إن شاء الله الحديث عنها. نعم أحسنتم. الأخ حيدر من العراق يقول يعني الروايات واضحة. نعم مثل نعم قضية العارية وعين بكت وهو أن بعض الروايات واضحة ولكن بعض الروايات مولانا معقدة إلى حد أنه نحن نجد أنه في حوزاتنا العلمية أن رواية واحدة نحتاج إلى سنين لفهم تلك الرواية. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. كيف يمكن أن يكون الله سمع ماذا؟ سمع العبد. هذه لا يمكن أن يفهمها كل أحد، تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى تحقيق. نعم. لا تنقض اليقين بالشك. هذه الرواية في الاستصحاب تجد أن العلماء سنين يدرسونها في الحوزات العلمية. أحسنتم. الأخ سعيد قاسم من إيران يقول ما ورد عن الباقر عليه السلام. الآية جزاكم الله خير الاستشهاد تعرفون الله، ولكنه سورة إنا أنزلنا مرتبطة بضرورة وجود الإمام الحجة في كل زمان، وهذا بحث لاحق إن شاء الله تعالى سيأتي ونحن تعرضنا له مفصلا في كتاب علم الإمام يمكن للأخ أن يرجع إليه. أحسنتم. الأخ حسين من العراق يقول يعني العلامات تشير إلى عصر الظهور. الجواب هو هذا الكلام وهو أنه أساسا لا أتصور أن علامة من العلامات يمكن لأحد أن يقول هي قطعا هي التي وقعت في زماننا. مثلا ذو النفس الزكية مثلا على سبيل المثال، النفس الزكية مولانا نجد في 20-30 سنة الماضية مولانا طبقوها مرة على زيد ومرة على عمرو ومرة على خالد ومرة على كذا ولعله تستمر إلى 100 سنة يوميا نطبقها ماذا على واحد. إذن العناوين الواردة في العلامات أولا العلامات ليست ظهور متوقفا على العلامة. نعم. وتعبير العلامة أساسا ما به توقف وإنما كاشف وبحثه سيأتي. إذن أساسا دعوى أن العلامات هكذا وأن الشهيد الصدر يقول يعني سيد حسين محمد صادق الصدر يقول هذا، واقعا أنا بحسب مطالعتي لا أجد موردا أن السيد الشهيد رحمة الله شهيد محمد صدر يقول بأنه هذا زماننا ماذا زمان عصر الظهور. نعم. بحسب فهمي لهذا الكتاب. نعم. يعني في نصف دقيقة سماحة سيد. الأخ أبو محمد يقول الجواب هل يوجد ربط؟ أنا ما أعرف ما مقصودك من الربط، إذا كان مقصودك أن بعض هذه الأبحاث موجودة هناك أو لا لعله موجودة. إذا كان مقصودك بأنه نحن كل ما نقول نطابق فيه لا قد نوافقه وقد ماذا وقد نختلف، هذا بعد أنت إن شاء الله من نطرح هذه الأبحاث إن شاء الله تطالع الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى عند ذلك ستعرف مقدار الانطباق أو مقدار التوافق ومقدار الاختلاف. شكرا لكم سماحة آية الله سيد كمال حيدر، شكرا جزيلا في ختام هذه الحلقة، كما أشكر الإخوة والأخوات. إلى اللقاء في الأسبوع القادم، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.